يتجه عمران خان إلى أحكام قبضته على كل المناصب الهامة في البلاد مع فوز حليف له برئاسة مجلس النواب الباكستاني. وهزم مرشح حزب تحريك وأنصاف أسد قيصر مرشح حزب الشعب المدعوم من نواب حزب الرابطة الإسلامية جناح نواز شريف. مع فوز حليفه أسد قيصر برئاسة البرلمان، هو عمران خان يمسك عصا السلطة بثقة، ثقة ستمكنه من الحكم في باكستان كرئيس للوزراء بشكل مريح نسبيا. بات المشهد إذن أكثر وضوحا. اللاعب المتقاعد إلا من مضمار السياسة ألحق بالمعارضة مجتمعة هزيمة ثانية لا تقل أهمية عن هزيمتها في الانتخابات التشريعية، فتصدرت حركة الإنصاف المشهد، مشهد غير معتاد كثيرا في باكستان، ولم يألفه نواز شريف جليس السجن بتهمة الفساد. هي تهمة يقول أنصار الشريف إنها سياسية وألبست لزعيم الرابطة الإسلامية قبيل الانتخابات لفتح الباب أمام خصمه عمران خان لتسلق أدراج السلطة. ووسط تربص أحزاب المعارضة المشككة بنتائج الانتخابات، يقترب موعد جلوس خان على كرسي السلطة التنفيذية بعد أيام معدودة متسلحا بالأصوات اللازمة لذلك داخل البرلمان. خطوة محسوبة النتائج يؤكد أنصار لاعب الكريكت المخضرم، لكن بالتأكيد ستليها استحقاقات واختبارات كثيرة تبدأ بتحقيق وعوده الانتخابية كمحاربة الفساد وتحقيق الانتعاش الاقتصادي، ولا تنتهي بمحاولة ردم الهوة مع الهند واستعادة ثقة الإدارة الأمريكية. ينضم إلينا من إسلام أباد علي مهر الصحفي الباكستاني. أهلا بك سيد علي. سيد علي، ما دلالات فوز أسد قيصر برئاسة البرلمان؟ طبعا هذا التطور كان متوقعا، ما كان أحد يرى أن منافسه سيد خورشيد أحمد شاه مرشح المعارضة هو سيفوز، كل واحد يعرف. لكن الشيء المهم هو ما هو الفارق، فارق الأصوات بين الاثنين، لأن عمران خان 30 صوتا، وهذا شيء كبير. لماذا؟ لأن عمران خان وحزب عمران خان فقد ولو أغلبية بسيطة في البرلمان، فحاولوا كسب تأييد المستقلين والأحزاب الصغيرة، فيبدو أنهم تمكنوا إلى الحصول على الأغلبية البسيطة في البرلمان، والفارق هذا كبير، وهذا يؤكد على أن عمران خان سينتخب رئيسا للوزراء بسهولة. لكن بهذا الفارق البسيط صعب أي تشريع في البرلمان، خاصة أن عادة التشريع يتطلب ثلثي تأييد ثلثي أعضاء في البرلمان الاتحادي وأغلبية بسيطة في مجلس الشيوخ، وفي مجلس الشيوخ الوضع أصعب لأن أحزاب المعارضة هي في الأغلبية مقارنة بعمران خان وحلفائه. طيب، اليوم نتحدث عن عمران خان رئيس للحكومة، حليفه أسد قيصر رئيس لمجلس النواب، أي خيارات بقية للمعارضة؟ ما الذي ستفعله المعارضة؟ وتقريبا عمران خان مسيطر على مؤسسات الحكم. لا يكفي السيطرة على مؤسسات الحكم، المفروض أن يكون هناك قوة وثقل داخل البرلمان للتشريع، والتشريع داخل البرلمان يتطلب تأييد ثلثي مجموع الأعضاء، وهذا لا يمكن لعمران خان. وثانيا مجلس الشيوخ لا بد أن يصادق على أي قانون. علي مهر الصحفي الباكستاني كنت معنا من إسلام أباد، شكرا لك. بهذا نصل إلى نهاية الساعة الأخيرة، شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.